السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتعلم 5 طرق ابتكارية لاستخدام الكيبل تاي او الشدادات. اول طريقة راح نشوفها اليوم اللي هي ترتيب الاسلاك، اسلاك البلاكات. لو لاحظنا متبعثرة نبي نرتبها بطريقة حلوة. الموضوع سهل، تجيب اول كيبل تاي او اول شداد، تلفها عليهم كلهم، تضيق بحيث انه يكون في مسافات بسيطة بينهم. بعدها تجيب كيبل تاي ثاني وتلفه على اول فاصل بين سلكين. نلاحظ احنا ننزل راس تحت بحيث يكون شكله اجمل، ونجيب الكيبل تاي الثاني نلاحظ انهم بهالطريقة. بعدها نشد اول واحد فيهم، بعدها نشد الثاني، وبهالطريقة يكون شكل جميل. نقص الزوايد بهالطريقة، سوينا فواصل بتكون ثابتة، وممكن نسوي فواصل هنا مرة ثانية وبيكون شكلها جميل ومرتب. الطريقة الثانية اللي ممكن نستخدم فيها الكيبل تاي أو الشداد، إذا كان عندنا اللاينين نفس هذيلة كبار نبغى نقربهم من بعض، نجيب قطعة ربر أو قطعة لاين صغيرة بهالحجم، بعدها نجيب كيبل تاي طويل شوي، نلفه على اول لاين، بعدها ندخل الكيبل تاي في قطعة الربر هاي الصغيرة، ونلفه على اللاين الثاني بهالطريقة. ونبدأ نشد الى ان يكون شكله بهالطريقة، ونقص الزايد من الكيبل تاي. لو لاحظ حطيت الراس تحت بحيث يكون شكله اجمل، وبهالطريقة مربوطين مع بعض وبشكل جمالي. وحتى لو نبى نفصل بينهم اذا كان واحد حار وواحد بارد بحيث انهم ما يلتصقون في بعض. الاستخدام الثالث للكيبل تاي او شداد هو في اخذ المقاسات، خاصة الأشياء الدائرية نفس هاي. إذا تبي تاخذ مقاسها مثلا اخترب عليك أو شيء، ولا عندك طريقة أنك تحسب القطرة أو كم مقاسة بالضبط، مجرد أنك تلفها على البيب تشده، بعدها تقصه من داخل. إذا قصيته هذا راح يكون المقاس للخرطوش. ممكن تروح للقطع الغيار وتعطيهم هالمقاس، ممكن حل مؤقت ويفيدك بعض الأحيان. دائما الكيبل تاي مفروض يكون موجود في السيارة مع القصاص ماله، راح يفيدك في أشياء كثير. الحين نروح نشوف الاستخدام الرابع. الاستخدام الرابع باختصار هو كثير من الناس ما تعرف انه فيه كيبل تاي يكون حديد نفس هذا. طبعا الحديد بيفيدك في امور كثيرة، مثلا اذا كان اللي بتربطه فيه حرارة عالية فالبلاستيك راح يذوب وممكن يحترق، فخطر يكون هذا. قوة مسكه اقوى من البلاستيك طبعا، وايضا يمسك اشياء حديد ويتحمل الحرارة، فممتاز. مثلا الكيبل هذا اللي شابك في الكربريتر طبعا منطقة قريبة للبترول او البنزين وتحتر بشكل كبير، فممكن احنا نستخدمه لو انقطع هذا المكان. الشيء الثاني ممكن لو القزوز مثلا ضربت مطب او شيء وانفكت المسكات اللي تحت، ممكن تربطها في الكيبل تاي الحديد. فكثير من الناس ما تعرف ان هذا موجود في السوق وممكن تشتريه تستخدم استخدامات جميلة.
الطريقة الخامسة أو هي ترتيب أكثر مما هي طريقة، ترتيب الكابل تايز الموجودة عندك. في كثير من الناس إذا كانت تحتفظ فيها تجمعها بهالطريقة، تلف كابل تاي واحد عليهم وتشدها بهالطريقة وتسحب واحد واحد، لكن يوم تسحب أكثر من واحد ثلاثة أربعة راح يرتخي معاك، ممكن يطيح. في طريقة جميلة أكثر ومرتبة. أول شيء نقص هذا بس، ناخذ واحد منهم نحطهم على يم بس بهالطريقة وندخله. بعدها نجمعهم كلهم بهالطريقة، بتكون بشكل مرتب. إذا بتسأل كيف آخذ أول واحد فيهم، مجرد إنك تقصه من هنا. إذا نبي نستخدم أول واحد نسحبه يكون موجود عندنا، ما استخدمناه نرجعه من آخر شيء وندخله وراهم. وبهالطريقة تكون كلهم مشدودات وسهل إنك تطلع واحد فيهم بدون ما تطيح أو تضيع أحد فيهم. وإن شاء الله عجبتكم الحلقة اليوم. طبعا ما استغني عن دعمكم باللايكات والاشتراك في القناة. اذا عندك اي طريقة مختلفة عن اللي شرحتها اليوم اتمنى تزودون اياها في الكومنت تحت في الردود، واذا شفت فيه طرق مختلفة عن اللي شرحتها اليوم راح اسوي الجزء الثاني. شكرا لكم وحياكم الله.